عدد العمال، الإنتاج الكلي، والناتج الحدي، والناتج المتوسط. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. الناتج الكلي لما كان عامل واحد كان بينتج 8 وحدات، عاملين صاروا ينتجوا 20 وحدة، ثلاث عمال ستة وثلاثين وحدة، أربع عمال 48 وخمسين. لما صاروا ست عمال صاروا ينتجوا 48 وحدة، يعني العامل السادس خسرني، كان ينتج 50 خمس عمال، العامل السادس خسرني. الناتج الحدي يعني أول حاجة بنحطها شرطة، حطها هو 8 في الكتاب بس إحنا بنحطها شرطة، لأنه الناتج الحدي عبارة عن التغير هنا قديش صار، التغير هنا كان قديش قبل الثمانية، ما بعرف قديش كان قبل الثمانية. على كل حال في بحطوها 8 في البداية وفي بحطوها شرطة. الآن قديش التغير هنا؟ من 8 ل 20، والتغير هنا من 1 ل 2 1. التغير هنا من 8 ل 20 كم؟ 12، صح؟ على التغير هنا 1، 12 على 1 12. طيب التغير هنا من 20 ل 36 قديش التغير؟ 16. ناخذ الجدول، عندي هنا عدد العمال، الإنتاج الكلي، وين الحادي، وين المتوسط. 1 2 3 4 5 6. لما كان عامل واحد كان ينتج لي 8، عاملين 20، ثلاث عمال 36، أربع عمال 48 أنتجوا لي، خمس عمال 50، وست عمال 48. لاحظوا أن العامل السادس لما انضاف صار يخسرني. الناتج الحدي هو التغير في الناتج الكلي قديش تغير تقسيم التغير في عدد العمال. هنا أول حاجة شرطة بحطها، هنا كم تغير؟ تغير 12، وهنا تغير كم؟ 1، 12 على 1 ب 12. هنا كم تغير؟ 16 من 20 ل 36، تغير 16، وهنا تغير من 2 ل 3، تغير 1، وهذا تغير 16، 16 على 1 16. هنا كم تغير من 36 ل 48؟ 12، وهنا تغير من 2 ل 3، من 3 ل 4 عفوا 1، 12 على 1 12. هنا كم تغير من 48 ل 50؟ 2 تغير على 1 ب 2. وهنا تغير كم من 50 ل 48؟ تغير سالب 2، نقص سالب 2 على 1، هنا تغير 1 بسالب 2. الناتج المتوسط هو عبارة عن الكلي تقسيم عدد العمال، يعني المتوسط هنا ايش حيكون؟ 8 تقسيم 1 8، 20 تقسيم 2 10، 36 تقسيم 3 12، 12 على 4 فيها 3،
عفوا عفوا، لا لا لا، 36 تقسيم 3 فيها 12، 48 على 4 فيها ايضا 12، 50 على 5 فيها 10، و48 على 6 فيها 8. بنلاحظ هنا انه الناتج الحد يزداد ثم يثبت ثم يدخل في السالب، بينما الناتج الكلي يزداد يدخل في السالب. المهم نيو شيء، في عندي كمان جدول الإيراد ممكن نرسمه ثاني هنا في نفس الصفحة، جدول الإيراد الكلي والحدي والمتوسط في سوق المنافسة الكاملة طبعا. الكمية المباعة، وهنا سعر الوحدة، هذا الإيراد الكلي والحد والمتوسط في سوق المنافسة الكاملة، خذوا بالكم. أنا الإيراد الكلي وهنا الحد وهنا المتوسط. الكمية المباعة من 1 لـ 5، وسعر الوحدة هنا في سوق المنافسة الكاملة يا جماعة السعر موحد 10، سواء بعت دجاجة أو كرتونة أو كيلو بندورة أو غيره كله 10 10. لو بعت 3 كيلو الكيلو ب 10، 5 كيلو الكيلو ب 10. الآن الإيراد الكلي عندي، بعت كيلو الكيلو ب 10، 10 في 1 ب 10، بعت 2 كيلو الكيلو ب 10 20، 3 كيلو الكيلو ب 10 30، 4 كيلو الكيلو ب 10 40، 5 كيلو الكيلو ب 10 50. الإيراد الحدي هو التغير في الكلي تقسيم التغير في الكمية المباعة، الكمية المباعة 1، فبكون هنا التغير في الإيراد الكلي، هنا كم تغير 10؟ من 20 ل 30 كم تغير 10؟ من 30 ل 40 كم تغير 10؟ من 40 ل 50 كم تغير 10؟ الإيراد المتوسط هو عبارة عن الكلي تقسيم الكمية المباعة، يعني 10 على 1 10، 20 على 2 10، 30 على 3 10، و40 على 4 10، و50 على 5 فيها ال10. بنلاحظ انه هنا السعر، هذا بيساوي الإيراد الحدي بيساوي الإيراد المتوسط في سوق المنافسة الكاملة، يعني لو جابه صح وخطأ الإيراد الحدي بيساوي السعر بيساوي الإيراد المتوسط.